11 علامة بالوجه تدل على مشاكل صحية. إن مظهر الشخص قد يخبرك عن ذوقه الشخصي، بل ربما عن مستوى دخله، كما يكشف أيضاً عن حالته الصحية. غالباً ما يكفيك أن تنظر إلى نفسك في المرآة لمعرفة ما إذا كانت هناك أي مشاكل يحاول جسمك إخبارك عنها. إحدى خبراء الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، دكتور سيدني أوين، تقول إن التغيرات الظاهرية يمكن أن تشير إلى بداية مرض خطير داخل الجسم. لذا انتبهوا تحديداً إلى هذه الأعراض 11 التي تظهر على وجهك مباشرة وتشير إلى وجود مشاكل داخل جسمك. ومن المعروف أن الاكتشاف المبكر يعد عاملاً حاسماً في علاج المشاكل الصحية. قبل أن تنظر في المرآة، احرص على الاشتراك في قناتنا وقم بتفعيل الإشعارات كي لا تفوتوا أي من فيديوهاتنا المثيرة والمفيدة التي ننشرها يومياً على الجانب المشرق من الحياة. حسناً، يمكنك الآن أن تنظر إلى المرآة وسنبدأ حالاً. 11. اختلاف لون البشرة حول الفم والأنف. إذا تحول لون البشرة إلى أزرق شاحب حول الفم والأنف، فقد يشير ذلك إلى أنك لا تحصل على ما يكفي من الأكسجين بسبب ضعف الدورة الدموية. هناك عدة أمراض مختلفة قد تسبب نقص الأكسجين، مثل أمراض الرئة أو القلب، كما يمكن أن يكون ذلك علامة على فقر الدم، وهو انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء في جسمك. قلة عدد كريات الدم الحمراء تعني نقل كمية أقل من الأكسجين إلى الأعضاء والأنسجة. إذا لاحظت هذا اللون على وجهك ولم يختفي، فمن الأفضل أن تستشير الطبيب في أقرب وقت. 10. العين أصبحت شديدة الحساسية أو لامعة أو جاحظة. إذا لاحظت أي من هذه التغييرات في عينيك، فقد تكون هذه إحدى العلامات المبكرة لفرط نشاط الغدة الدرقية أو الانتمام الدرقي. في هذا المرض تقوم الغدة الدرقية بإنتاج كمية مفرطة من الهرمونات، ونتيجة لذلك يحتاج الشخص إلى مزيد من الأكسجين، ما يجعل عيناه جاحظتين، بحيث يبدو كأنه خائف دائماً. تنتفخ الأنسجة الدهنية في العين وتضغط على العصب البصري، ولهذا السبب كثيراً ما يشكو مرضى الغدة الدرقية من عدم وضوح الرؤية وعدم إدراك الألوان بشكل صحيح. مشاكل الغدة الدرقية ليست هينة ولا ينبغي إهمالها. إذا كنت تعاني من هذه الأعراض، يجب أن تزور الطبيب في أقرب فرصة. 9. الرموش أصبحت أطول وأكثر سمكاً. من منا لا يرغب في أن يكون لديه رموش طويلة سميكة جميلة لتبرز جمال عينيه؟ حسناً، كثيرون يتمنون ذلك، ولكن إذا شعرت أن رموشك بدأت تنمو بسرعة غير طبيعية، فقد تكون هذه مشكلة حقيقية. إن وجود رموش أخشن أو أطول أو أكثر سمكاً أو قتامة عن المعتاد هي حالة تسمى الضخامة الشعرية. بعض الناس يولدون بها، ولكنها قد تحدث أيضاً بسبب أمراض خطيرة مثل السل أو اضطرابات نقص المناعة، كما تمت الإشارة إليها كعرض جانبي لبعض الأدوية. 8. وجه منتفخ. إن الوجه المنتفخ مع التورم حول العينين وكذلك البشرة الجافة والشعر الهش الضعيف هي بعض العلامات الأولى لنقص اليود، وعنصر اليود مسؤول عن عمل الغدة الدرقية بطريقة صحيحة. ومجدداً، لا يسعني سوى تنبيهك لمدى خطورة مرض الغدة الدرقية. إذا كان لديك مرض بالغدة الدرقية، فإنه سيؤثر على جسمك بأكمله. وإلى جانب هذه الأعراض التي تظهر على وجهك، إذا لاحظت أن وزنك يتقلب باستمرار أو أن لديك حساسية متزايدة للبرد، يجب استشارة طبيب متخصص في الغدد الصماء. 7. بقع صفراء لينة على الجفون. الأشخاص الذين تظهر عليهم اللويحة الصفراء، وهي تجمعات صفراء اللون على الجلد يملأها الكوليسترول، وغالباً ما توجد حول العينين، يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب. وعلى الرغم من أن هذه البقع غير ضارة كما تبدو، لكنها تشير لعدم قدرة الجسم على استقلاب الدهون بشكل صحيح، مما قد يؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين. وفي دراسة أجريت عام 2011 شملت 13 ألف شخص، وجد باحثون دنماركيون أن 70% من الأشخاص الذين لديهم هذه الأكياس المملوءة بالكوليسترول في أجفانهم معرضين بشدة لخطر الإصابة بتصلب الشرايين في المستقبل. كما وجدوا أيضاً أن 50% معرضين لخطر متزايد من حدوث نوبة قلبية خلال العقود القليلة القادمة. إذا لاحظت وجود اللويحة الصفراء على عينيك، يجب استشارة الطبيب واتباع نمط حياة صحي لتحسين صحة القلب من خلال بعض التغييرات المفيدة، مثل الانتباه لما تأكله وممارسة التمارين الرياضية.
6. تورم الجفن وتقشره. وفقاً للإحصائيات، من بين كل 3 أشخاص سبق لهم استخدام مستحضرات تجميلية على أعينهم، هناك شخص عانى من تفاعل تحسسي مرة واحدة على الأقل. قد يكون تقشر الجفن أو احمراره هي رسالة من جسمك لإخبارك بأن مكياج العينين أو الكريم المرطب يحتوي على بعض المكونات التي لا تتحملها بشرتك. في معظم الحالات تحدث التفاعلات التحسسية بسبب المواد الحافظة المضافة إلى مستحضرات التجميل لإطالة مدة صلاحيتها. لتجنب مثل هذه المشاكل، اختاري مستحضرات التجميل التي لا تضم الكثير من المكونات، ودائماً اختبري أي منتج على ثنية ذراعك قبل وضعه على عينيك. 5. حكة الأذنين. إذا كنت تعاني من حكة في أذنيك بصفة مستمرة، فقد تكون هذه علامة على الأكزيما أو الصدفية أو نوع ما من الحساسية. إن ظهور الأكزيما أو التهيج أو مشاكل جلدية مشابهة يعني أنك قد تعاني من نقص شديد في فيتامين دال، والمعروف بفيتامين أشعة الشمس. لذلك يوصي الأطباء بالتعرض يومياً لضوء الشمس لعشر دقائق على الأقل. إذا كنت تعيش في مكان طقسه غائم معظم الوقت، يمكن تعويض هذا النقص في ضوء الشمس بتناول المكملات الغذائية والفيتامينات. وقد تشير حكة الأذن أيضاً إلى عدوى فطرية. على أي حال، فالطبيب المختص هو وحده القادر على تحديد سبب هذه الأعراض المزعجة ووصف العلاج الصحيح. 4. تغير مفاجئ في تناظر الوجه. حدوث تغيير مفاجئ في تناظر الوجه، العيون الجافة أو الدامعة، والشعور بالوخز في عضلات الوجه، كل هذا قد يعني أن الشخص يعاني من شلل العصب الوجهي أو شلل بال. هذه الحالة تسبب ضعف العضلات أو شللها على أحد جانبي الوجه، وذلك يحدث إذا أصبحت الأعصاب التي تتحكم في عضلاتك متورمة أو مضغوطة أو ملتهبة. وغالباً ما تحدث هذه المشكلة نتيجة عدوى فيروسية، ما يؤدي إلى أن يصبح جانب واحد من الوجه متشنجاً أو متهدلاً. والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض هم النساء الحوامل ومرضى الإنفلونزا ومرض السكري. ولحسن الحظ تختفي أعراض شلل بال في غضون أسبوعين لدى معظم الناس، لكنك بحاجة إلى التشخيص أولاً، لذا استشر طبيبك إذا لاحظت أي من هذه الأعراض. 3. طفح وبقع حمراء على الوجه. قد تظهر أعراض مشاكل الجهاز الهضمي على بشرتك. على سبيل المثال، قد تشير النتوءات الحمراء التي تظهر في تجمعات مسببة للحكة إلى الداء البطني، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية، ويحدث عندما يؤدي الجلوتين الموجود ببعض الأطعمة التي نتناولها إلى تلف الأمعاء الدقيقة، بما يفقدها قدرتها على امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح. وإذا ظهر فجأة طفح جلدي على شكل فراشة على الوجنة وأعلى الأنف، فقد يكون ذلك أحد أعراض مرض الذئبة، وهو مرض مناعي ذاتي آخر تصحبه أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا. ومن الأسباب الأخرى المحتملة للطفح الجلدي الأكزيما أو الحساسية أو العدوى. وكما تعرف، فالطبيب وحده يمكنه تشخيص حالتك بصورة صحيحة. 2. انحسار الذقن. إذا كان انحسار الذقن مصحوباً بفك صغير وعنق غليظ، فقد يعاني الشخص من توقف التنفس أثناء النوم. في الواقع، إن الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب يتوقفون عن التنفس لمدة 10 ثوان أو أكثر أثناء نومهم. لذا إن استيقظت مع صداع شديد، أو كنت تشعر بالإرهاق طوال اليوم، أو تشخر بصوت مرتفع، لا تتجاهل هذه الأعراض واستشر طبيبك على الفور. 1. نمو شعر الوجه بكثافة. بينما يعد ذلك طبيعياً للغاية بالنسبة للرجل، لأن بجسمه كمية أكبر من هرمون التستوستيرون، يجب أن تشعر المرأة بالقلق إذا لاحظت فجأة نمو الشعر بكثافة في مناطق غير معتادة. إذا وجدت أن لديك شعر داكن خشن ينمو على الذقن والفك السفلي والشفة العليا، فقد تكون لديك متلازمة المبيض المتعدد الكيسات. يحدث هذا الاختلال الهرموني عندما ترتفع مستويات هرمون الذكورة في جسم المرأة. حددي موعداً مع الطبيب للحصول على العلاج اللازم. والخلاصة هي أنك يجب أن تستشير طبيبك على الفور إذا لاحظت أي من هذه الأعراض على وجهك. من المؤكد أن شبكة الإنترنت تقدم لنا معلومات مفيدة، ولكن محاولتك لتشخيص وعلاج نفسك بنفسك لن تؤدي إلى حل المشكلة. الطبيب المختص وحده يمكنه أن يدلك على طريق الشفاء. هل تعرف أي علامات ظاهرة أخرى لمشاكل صحية يجب أن ينتبه إليها الناس؟ شاركنا خبراتك في التعليقات أدناه. إذا وجدت هذا الفيديو مفيداً لك، فاضغط على أعجبني وأرسله إلى جميع أصدقائك. نتمنى لك الصحة والسعادة، وتمتع بالمعرفة على الجانب المشرق من الحياة.